السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم في الورشة هذه مقدمة إلى عالم الأردوينو. في البداية بس قبل أن نبدأ الورشة حبيت أخذ بعض الإحصائيات على أساس نحدد كيف راح يكون شكل الورشة، بالتالي يكون الكل مستفيد ونكتسب المنفعة القصوى. أول حاجة، كل حد يتكلم هنا اللغة العربية؟ كل حد يفهم بالعربي صح؟ أوكي. إذن control please switch to the Arabic presentation. Yes. الشيء الثاني، كم واحد هنا سمع عن الأردوينو؟ أوكي. كم واحد استخدم الأردوينو؟ طيب حلو. إذن خلونا نبدأ. قبل لا نبدأ خلينا في البداية أعرف بنفسي. سليمان الحبسي، طالب بجامعة سلطان قابوس قسم هندسة كهرباء وحاسب آلي، نظم حاسب آلي وشبكات. أيضا أنا موظف في شركة القرية الهندسية للإلكترونيات والميكانيكا. خلينا نعرف بالشركة. الشركة طبعا تأسست في صيف 2011. احنا مؤسسة عمانية شابة تهتم في عالم البرمجيات وعالم الإلكترونيات والميكانيكا. من الأشياء اللي احنا نسويها نألف كتب في الإلكترونيات، نقيم ايضا ورش ودورات في الالكترونيات، الناس اللي حابه تدخل في عالم الالكترونيات وايضا برمجه الالكترونيات بالاضافه الى البرمجيات. حاليا عندنا قسمين جديدات في ال 3 دي ديزاين وقسم في صيانه الحاسب الالي. ايضا نزود بقطع وحقائب، قطع الكترونيه وحقائب تعليميه. معظم الحقائب التعليميه اللي معنا من تصميمنا احنا كشركه. اللي حاب يتعرف على الشيء اللي حاب يتعرف على الشركة بإمكانكم تزوروا موقعنا باللغة العربية ومكاننا في الموالح. خلينا نبدأ في الأردوينو. الأردوينو هي منصة تطوير عتاديات أو هاردوير مفتوحة المصدر، وأيضا هي عبارة عن أوبن سورس هاردوير في نفس الوقت. مصطلح جديد قد يكون لبعضكم سمعتوا عن الأوبن سورس سوفتوير في المؤتمر، مؤتمر الأوبن سورس سوفتوير. قد تسأل وش هو الأوبن سورس هاردوير؟ راح نتكلم عن الأوبن سورس هاردوير. الأردوينو طبعا هي عبارة عن هذه البورد اللي تشوفوها أمامكم، هذا نوع من الأردوينو، وعندنا النوع الثاني اللي يجي بهذا الشكل أصغر منها بشوية، وفي عندنا النوع اللي هو أصغر بهذا الشكل. فهي عبارة عن أوبن سورس هاردوير وبالإضافة إلى أوبن سورس سوفتوير. طبعا هو بدأ كمشروع طلابي في عام 2005 في إيطاليا، وكبر المشروع، وكان هدف من إنشاء المشروع هو كيف أنهم يخلوا الطلاب والهواة والأطفال يكونوا يقدروا يبرمجوا هاردوير مثل هذا، قطع إلكترونية. فهذه هي فكرة المشروع. طيب وش هو الأوبن سورس هاردوير؟ مثل ما عندنا أوبن سورس سوفتوير عندنا اسم أوبن سورس هاردوير، لكن السوفتوير عبارة عن كود تسوي لك كوبي بيست بالكمبيوتر وخلاص ويشتغل. لكن الهاردوير يقصد به أي شيء ملموس، يعني ما بالضروري يكون الكترونيات. يعني اذا واحد عنده تصميم نفترض لمقص فبامكانه يقول ان هذا المقص اوبن سورس هاردوير. يعني اذا انت عندك هاردوير وتريد تخليه اوبن سورس، باختصار انك انت تنشر كل ملفات التصميم اللي تتيح للاخرين انهم هم يقدروا يصنعوا هذا الجهاز. تمام. فهذا هو الاوبن سورس هاردوير. لما نتكلم عن الالكترونيات، الالكترونيات عادة في الأوبن سورس هاردوير أنت تنشر المخطط الدائرة الإلكترونية لهذه القطعة، أيضا تنشر التصاميم الفيزيائية يعني كم القياسات من هذه القطعة، وين ينحط كل حاجة فأي تفاصيل مختصة بهذا الجهاز تتيح للآخرين بأنهم يصنعوا هذا الجهاز. طبعا تصنيع الهاردوير يكلف فلوس ما مثل السوفتوير، مثل ما قلنا السوفتوير كوبي بيست، لكن أنت على أساس تصنع هذا الهاردوير أيضا راح تنفق مبالغ، بس على الأقل مرحلة التصميم تصميم الجهاز خلاص ما يحتاج أنت كشركة تهتم فيها أو حتى كشخص. الحين الأوبن سورس هاردوير أيضا مفيد للشركات اللي تريد تدخل في هذا المجال، بإمكانهم أن يتبنوا مشاريع الأوبن سورس هاردوير ويبدأوا شركاتهم الخاصة. هذا مثال للشركات الناجحة في عالم الأوبن سورس هاردوير. عندنا شركة ليليباد، طبعا هذه عبارة عن لوحة مشتقة من الأردوينو. فكرتهم يعملوا حاجه اسمها ويربل الكترونكس، يعني الاردوينو هذه اللي شايفينها طبعا نفس الاردوينو هذه بس بشكل مختلف، لكن بدل ما يستخدموا اسلاك وتلحيم الاسلاك على البورد يستخدموا خيط يوصل كهربائيا. ف
فبالتالي هم يقدروا يصنعوا قطع إلكترونية ويربل بإمكانهم يخيطوها على الملابس، بإمكانهم يخيطوها على خصوصا الناس المهتمين بعروض الأزياء وهذه الأشياء، بإمكانهم يضيفوا إلكترونيات في الملابس. وأيضا بالنسبة للناس اللي عندهم حيوانات بإمكانهم مثلا يسووا بالأردوينو متعقب جي بي اس ويخيطوه على الأشياء والملابس مال الحيوانات. أحد المشاريع الناجحة في الأوبن سورس هاردوير الميكر بوت، وهي طابعة 3D أيضا مفتوحة المصدر. اللوح المتحكم في هذه الطابعة هو أردوينو ميجا هذه الكبيرة، تمام. والبرامج اللي تشغل هذه الطابعة أيضا هي برامج أوبن سورس. طبعا طابعة 3D هي عبارة عن طابعة بإمكاننا استخدمها على أساس نطبع مقسمات ثلاثية الأبعاد فيها كذلك مثل البلاستيك والذوبة وتطبع به لين يطلع لك الشكل اللي أنت تصمم 3D. أيضا من الأمثلة الناجحة لمشاريع الأوبن سورس هذه اللي هي من منتجات جوجل. شركة جوجل أيضا تبنت فكرة الأردوينو وعملت حاجة اسمها Open Accessory Development Kit، بحيث أنك أنت تقدر تطور هاردوير بحيث لما توصله بالتلفون على طول يروح للماركت ويسحب البرنامج اللي يتخاطب مع الهاردوير مالك، وبعد ذلك بإمكانك تسوي كنترول للهاردوير عن طريق الأندرويد أبليكيشنز. فعندنا أيضا جوجل Open Accessory أحد المشاريع الناجحة في الأوبن سورس هاردوير. الأوبن سورس هاردوير أو الأوبن سورس بشكل عام مش فقط يفيد المؤسسات التجارية، هذا واحد من الأمثلة اللي تعجبني كثير كيف أن الأوبن سورس هاردوير يساعد الناس حتى العاديين. لما صارت كارثة فوكوشيما النووية في اليابان الناس واجهوا صعوبة كيف أنهم يصدقوا قراءات مستوى الإشعاع في اليابان. إذا سمعتوا بالهاكر سبيس أو بالعربي يسموه فضاء المتمكنين في طوكيو عندهم مثل كلب للناس اللي مهتمة بالهاردوير، صمموا شيلد للأردوينو عبارة عن لوحة للأردوينو عليها عداد كاونتر جايجر كاونتر اللي هو يحسب مستوى الإشعاع. فحطوا هذا الشيلد أوبن سورس، كل الناس اللي في اليابان صارت تصنع الشيلد بتكلفة أقل وتوصله بالإنترنت، وبالتالي هم يأخذ القراءات الإشعاعات من المنطقة اللي الناس عايشين فيها، وبعد ذلك يوضعوا الإشعاعات في موقع ويحددوا كم مستوى الإشعاعات في مناطق معينة في اليابان. حتى أن المواقع الأخبار والجرائد الرسمية كانت تأخذ القراءات من هذا الشيلدز بدل ما تأخذ القراءات من المصادر الحكومية. فهذا أيضا من فوائد الأوبن سورس. نحن أيضا في القرية الهندسية تبنينا مشاريع الأوبن سورس هاردوير. عملنا هذه الحقيبة التعليمية وهي أيضا مشتقة من الأردوينو، نسميها Programming for Kids B4K، وهي عبارة عن مشتقة من لوحة الأردوينو، لكن في المقابل أن بدل ما يكون الطفل يستخدم سيركت بورد ويوصل بأسلاك بالطريقة الاعتيادية أو عن طريق التلحيم، فقط عن طريق سناب كونكترز الورش اللي نستخدمها في الملابس وعن طريق الأوديو جاك. فالطفل بإمكانه مباشرة، في عندنا هنا منافذ مثل منافذ الصوت يوصل أسلاك. بعد ذلك إذا زرتوا البوث مالنا في عندنا كت أيضا خاص بالأطفال، بإمكان الطفل يوصل أردوينو بهذا الكت، وبالتالي بإمكانه يتحكم بالكت وأنه يأخذ من السنسرات مثلا اللي موجودة في الكت ويبدأ البرمجة. بالنسبة للغة البرمجة قد يكون أن الطفل أيضا يواجه صعوبة في البرمجة، خصوصا أن معظم الكلمات المستخدمة في البرمجة باللغة الإنجليزية. فأيضا تبنينا لغة سكراتش. لغة سكراتش ما تعتمد على الكتابة، تعتمد على دراج اند دروب. فالطفل فقط يسحب اللوب، يسحب الإف ستيتمنت، يسحب هذه الأشياء يحطها مع بعض ويكون البرنامج ماله. طبعا نسخة السكراتش ما ممكن، لأن الاسم سكراتش تريد مارك ما ممكن نستخدمه، فنستخدم ديريفيتيف ثانية أو نوع ثاني من السكراتش يسمى S4A سكراتش فور أردوينو. هذه واجهة السكراتش مثل ما شايفين، فقط هي عملية سحب. طيب الأردوينو كأوبن سورس بروجكت هي مش فقط يعني المشروع كامل جديد،
إنما هي مجموعة من المشاريع الأوبن سورس اللي هي أوريدي موجودة من قبل. يمكن جزئية بسيطة فريق الأرينو هي اللي طوروها، لكن أغلبية الكومبوننتس اللي موجودة في مشروع الأرينو مشاريع أوبن سورس وموجودة من قبل. أيضا التصميم الفيزيائي الأرينو مفتوح المصدر، يعني هذا ديزاين للبورد مثل ما أنتم شايفين موضح كل حاجة فيه. أي شخص بإمكانه اليوم يروح ويأخذ هذا الديزاين يرسله لأي شركة صينية ويصنع الأرينو الخاصة من غير ما يعني أي حد يقول له أي حاجة، بالإضافة إلى أنك ما تقدر تشيل الاسم، لأن الاسم أيضا علامة تجارية مسجلة، بإمكانك تسميه أي حاجة ثانية لما تصنعه، لكن ما بإمكانك تشيل الاسم. بما نحن طبعا في مؤتمر أوبن سورس، سلايد واحدة تخبرنا كيف إذا أنتم مستخدمين اللينكس كيف بإمكانكم تثبتوا الأرينو على اللينكس. طبعا بتحتاجوا تروحوا إلى موقع الأرينو from Arduino's website. You can download the latest version, copy it to your computer, and then you just need to run. بتحتاج فقط تشغل سكريبت اللي هو اسمه Arduino. طبعا اذا بتستخدم الأرينو فقط تكتبوا كود وتعملوا له كومبايل، ما يحتاج لكم اي برميشنز، اللي يعرف البرميشنز في لينكس. لكن اذا تريدوا ترسل الكود الى البورد بتحتاجوا الى برميشنز، فلازم تشغل هذا سكريبت ببرميشنز اعلى. هذا بالنسبه للتثبيت. خلينا ننظر الحين الى مكونات مشروع اللينكس، مشروع الأرينو سوري. مشروع الأرينو طبعا في البدايه مكون من الكومبايلر. الكومبايلر هذا اوبن سورس، اللي هو يحول الكود مالك اللي انت تكتبه من كود يفهم الانسان الى كود تفهم الاله، لان احنا في النهايه راح نتخاطب مع اله، هذه اله، فالاله تفهم بلغه معينه والانسان يفهم بلغه معينه، فايضا هو عباره عن كومبايلر اوبن سورس. عندنا مشروع ثاني اوبن سورس من قبل موجود اللي هو الاي في ار ديود، وهو مسؤول عن نقل الملف النهائي اللي هو بلغه الاله الى الاله، فهذا ايضا مشروع اوبن سورس. بعد ذلك عندنا لغه البرمجه، يستخدموا السي والسي بلس بلس، فكل المكتبات اللي موجوده في لغه السي والسي بلس بلس اللي قبل برمج بلغه السي والسي بلس بلس متوفرة أيضا، بالإضافة إلى أنهم كتبوا بيئة التطوير المتكاملة اللي أنت تكتب عليها الكود مع الأرينو كتبوها بلغة الجافا، فهم استخدموا كل الأشياء اللي مستخدمة في مشروع الأرينو هي مشاريع أوبن سورس موجودة من قبل، فقط استخدموا لغة الجافا على أساس يبنوا الحاجة الجديدة. بعد ذلك عندنا سكيماتيك الدوائر الكهربائية اللي هي كيف ان كيف هذا البورد موصل، الكومبوننتس في هذا البورد موصله مع بعضها بعض. البي سي بي لي اوت التصميم، اللوحه المطبوعه هذه اللي باللون الازرق، وايضا الدوكيومنتيشن. في النهايه لازم توثق كل هذه الاشياء على اساس الناس تعرف تستخدم هذه البورد. اكبر جزء وهو الجزء اللي خلى الأرينو تشتهر بهذا الشكل، خلى الأرينو كل الناس تستخدمها، في عبارة سمعتها من أحد الأشخاص في الإنترنت يقول every man and dog is using Arduino، يعني أساس يوضح كيف مقدار انتشار هذا الأرينو. فالكوميونيتي المجتمع، لما يكون عندنا مشروع open source عندنا كل هذه الناس اللي في العالم عندها كل هذه الأفكار المبدعة تحطها في هذا المشروع، فهذا الشيء اللي خلى مشروع الأرينو مشروع ضخم ومشروع كل حد يستخدمه هو الكوميونيتي. مثل ما لاحظين جزء كبير من المشروع يمثله الكوميونيتي. طبعا الاشياء اللي تحت هذه الاشياء اللي موجوده مرخصه من جي بي ال اذا كنتم مهتمين بالترخيص، بينما الدوكيومنتيشن والاشياء الفيزيكال الهاردوير مرخص كرييتيف كومن شير الايك واتريبيوشن. هذه الأرينو صغيره اللي هي هذا الحجم يسموها أرينو أونو، تمام؟ الأرينو أونو مكوناتها طبعاً USB بورت على أساس نوصلها بالكمبيوتر، عندنا ريسيت بوتن إذا البرنامج somehow يعني got stuck تضغط الزر على أساس يعمل ريستارت، عندنا في هذا الجانب هذول البنز نستخدمها للباور والريسيت. طبعا الأرينو انت راح توصلها باشياء ثانيه، افترض انك تريد انت تتحكم بهذاك المصباح عن طريق الأرينو، فعساس مصباح مثال ما واضح، نفترض ان عندك مصباح صغير مع هذاك،
تريد تتحكم عن طريق الأرينو. فأيضا أنت محتاج تعطي الأرينو الجهاز الثاني اللي بتوصل بالأرينو باور فولت. فمن هنا من خلال هذه الأزرار من خلال هذه البنس نقدر نأخذ 5 فولت و 3.3 فولت و 0 فولت اللي هو الجراوند. بعد ذلك عندنا الديجيتال بنس، عندنا 13 ديجيتال بن في الأرينو أونو. والديجيتال نحتاج نتحكم فيها لما يكون الشيء ديجيتال، يعني تعرف ان تريد ترسل إشارة لجهاز معين انه يشتغل، او تريد ترسل إشارة لجهاز معين انه يتبند. فأي أجهزة لها مثلا two states on ولا off، تريد ترسل فقط on او off، او تستقبل نفس الشيء on او off من في الأرينو، نستخدم ديجيتال اي اوبنز. فهي عباره عن مداخل ومخارج للأرينو لما نريد نوصلها بالعالم الخارجي. بعد ذلك عندنا انالوج انبوتس ايضا، وهذا نستخدمها لما احنا نريد نقرا سنسرات. اذا عندنا سنسر للحراره، سنسر للرطوبه، سنسر للسرعه، اي سنسر يعني الاوتبوت ماله عباره عن اكثر من مش فقط اون اوف. مثلا الحراره، الحراره عندنا من صفر نفترض الى 100 درجه سيليزيه، فعندنا عدد لا نهائي من الاحتمالات لدرجه الحراره، فهذا يسمى انالوج في علم الكهرباء. لما يكون عندنا انالوج سنسر نستخدم الانالوج انبوت بنز اللي هن موجودات هنا وعددهن 6. بالنسبه للارينو ميجا نفس، لو تلاحظوا من 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 هذه الجزئيه هي مشابهه فقط مشابهه للاونو. كل اللي ما في الموضوع ان فيها بنز اضافيه. اذا انت مشروعك كبير ومحتاج عدد مسامير اكثر، تحتاج تتحكم باشياء اكثر في العالم الخارجي، فتستخدم الاردوينو ميجا بدل الاردوينو اونو. هذا بالنسبه للاردوينو. طيب اهم حاجه في الاردوينو والعقل المدبر هو المايكرو كنترولر. شايفين القطعه السوداء هذه، هذه الشريحه والشريحه هنا بعد، هذه هي اهم قطعه في الاردوينو، هي هذا العقل المدبر. هي هذه اللي احنا لما نكتب الاوامر بلغه البرمجه نرسل لها هذاك الكود اللي هو بلغه الاله، هذا القطعه السوداء المايكرو كنترولر. فخلينا نتعرف على المايكرو كنترولر. على اساس نتعرف على المايكرو كنترولر خلينا نقارنه بالكمبيوتر العادي. الكمبيوتر العادي عندنا في رام، في هارد ديسك، في ماوس، في كيبورد، في شاشه، لكن هذه اشياء قطع متفرقه. يعني الرام احنا نركبه في المذر بورد ما له علاقه بالسي بي يو مال الكمبيوتر، الماوس ما له علاقه. بينما في المايكرو كنترولر كل هذه الاشياء، كل السي بي يو، الرام، الذاكره، ما يستخدمه طبعا هارد ديسك، نوع ثاني من الذاكره، وبالاضافه الى الاجهزه الطرفيه، كل هذه الملحقات موجوده في تشيب واحده، في قطعه واحده. هذه القطعه شايفين فيها كل حاجه، كل ما نحتاجه. طبعا المايكرو كنترولر ما يحتاج طابعه وماوس، فايضا هو فيه اجهزه طرفيه لكن ما يحتاج طابعه وماوس، يحتاج اجهزه طرفيه اخرى. اجهزه طرفيه انت تحتاجها لما تصمم اجهزه مثل هذه. انه التطبيقات هذه اللي احنا نبرمج فيها المايكرو كنترولر تسمى امبيدد سيستمز، يعني تطبيقات لها غرض واحد فقط. مثلا انا عندي جهاز، لما يدخل شخص من الباب يصيح جهاز الانذار لمده 5 ثواني او يسكت، او لما يدخل شخص من الباب في كاونتر يحسب لنا عدد الاشخاص اللي دخلوا في الغرفه. فعاده تطبيقات مثل هذه لها فقط وظيفه واحده، ما تحط فيها عده وظائف، فمحتاجين نوع ثاني من الاجهزه الطرفيه، مش طابع وبرنتر. محتاجين مثلا كاونتر على اساس يحسب على اشياء معينه، محتاجين مثلا انالوج تو ديجيتال كونفرتر على اساس نقدر السنسرات الانالوج اللي قبل النقطه اللي تكلمنا عليها قبل شويه. فكل هذه الاشياء موجوده في قطعة واحدة اللي هي المايكرو كنترولر. عندنا السي بي يو، عندنا الذاكرة رام، ومثل هارد ديسك فلاش، وعندنا الأجهزة الطرفية كلها موجودة في قطعة واحدة. نقطة مهمة لازم تعرفها لما تدخل لهذا العالم، عالم البرمجة، أن لما تتكلم عن مايكرو كنترولر عندك الموارد محدودة، يعني كمية الرام، كمية الهارد ديسك، كمية محدودة، ففي النهاية أنت البرنامج مالك راح يكون محدود. هذه النقطة مهمة. في الأرينو نستخدم السي، سي أو سي بلس بلس، يو كان يوز أسمبلي، لأن في النهاية هو يستخدم جي سي سي تولز، ففيها
اساس 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 ال اساس قدروا كيف انه الاردوينو خلت العالم سهل. خلينا نعرض الثلاث سلايدات القادمه. اللي يشوف انها شويه غامضات راح يقدر الاردوينو اكثر، واللي راح يفهمها فهي معلومات اضافيه. تمام. سابقا لما كنا نبرمج مايكرو كنترولر نكتب الكود بالسي لازم نقرا صفحات من الداتا شيت. يعني هذه القطعه الشركه تجيب فيها داتا شيت فيها معلومات عن هذه القطعه، ونبدا احنا نقرا هذا الداتا شيت ونبدا نبرمج. لكن العمليه معقده، احيانا تقرا عشرات الصفحات، احيانا تقرا مئات الصفحات، لازم تعرف وش هي هذه الريجسترز، لازم تحفظ الريجسترز، فالعمليه متعبه. بعد ما نكتب الكود بيطلع لنا هذاك الاوتبوت هيكس فايل، لازم نشيل هيكس فايل، ومحتاجين جهاز مثل هذا بروجرامر. هذا الجهاز هو اللي راح ينقل الاوتبوت النهائي من البرمجه الى هذا التشيب. ففي كل مره انت تشيل اسم التشيب من الدائره مالك، تحطها في البروجرامر، تبرمجها وترجعها مره ثانيه في السيركت. في اللي هذا ايوه في الريد اونلي في الفلاش ميموري، ايوه فنعملها يسموها العمليه فلاشينج. فمحتاجين جهاز مثل هذا. حتى لو كنت انت انسان يعني فيري كيرفول، لازم يوم من الايام راح تكسر بن من المايكرو كنترولر من كثر ما تشيل المايكرو كنترولر وتحطه. الشيء الاخر، الجهاز هذا غالي. اذا انت شخص مهتم مثلي بامكانك تصنع هذا الجهاز مشابه حاله في البيت بتكلفه ارخص، لكن ما بيكون ريلايبل. اليوم يشتغل باكر ما يشتغل، تحاول خمس محاولات لكن في النهايه بترسل الكود في الشيب. الشيء الاخر، معظم هذه الاجهزه اللي هي مصنوعه يدويا او تصنع في البيت تستخدم منافذ قديمه، تستخدم البرنتر بورد هذاك الكبير مال 25، والمذر بوردز الجديدات مال الكمبيوترات ما فيها البرنتر بورد، فلازم تجيب كمبيوتر قديم على اساس بس تبرمج مايكرو كنترولر. عمليه تطوير تستغرق وقت، نقل تشيب هذه تاخذ وقت. الاردوينو مختلفه بعض الشيء. الاردوينو كل حاجه في بورد واحد، توصل هذه البورد في الكمبيوتر تبرمج مباشره من غير ما تقلع المايكرو كنترولر من مكانه. الاردوينو ما تستخدم البروجرامر مثل هذا، هي المايكرو كنترولر اللي موجود اوريدي فيه برنامج. البرنامج هذا يتخاطب مع البرنامج اللي موجود في الكمبيوتر ويقول لي ارسل لي البرنامج الجديد. فهذه نفس فكره الاقلاع في الكمبيوتر. فهو برنامج موجود، برنامج اقلاع داخل المايكرو كنترولر اللي في الاردوينو، يتواصل مع بيئه التطوير اللي موجوده في الكمبيوتر ويقول له ارسل لي البرنامج الجديد. فبهذه الطريقه احنا اختصرنا كثير من العمليات المتعبه في التطوير. بقت مشكله واحده، وهي مشكله انك لازم انت تقرا الداتا شيت وتعرف هذا الريجسترز كيف انت تتعامل معه. خلينا نشوف مثال بسيط. كود أردوينو هنا، هذا برنامج الأردوينو. لما يشتغل هذه الواجهة، وهذه الطريقة القديمة اللي احنا نكتب فيها الكودات. خلينا نقارن. طبعا الأشخاص اللي يتعاملوا مع لغة سي والسي بلس بلس راح يشوفوا ان هذا الكود فاميليير. اللي ما تعاملوا، احنا اليوم في هذه الورشه ما نعلم لغات برمجه، بس في عندنا مجال الاسئله اللي حاب يسال. في البدايه لازم نسوي انكلود، لازم نضيف المكتبات اللي راح نستخدمها في هذا الكود، كميه كثيره من المكتبات. هذا الكود بسيط مثل هذا اللي هو ال اي دي بلينك. احنا كل اللي نريده ان احنا نشغل ال اي دي، نبند ال اي دي ونشغل ال اي دي باستمرار، نص ثانيه مشتغل نص ثانيه مبنده. بعد ذلك لازم نسوي ديلي فانكشن، هذا الفانكشن بس على اساس هذا التاخير النص ثانيه، على اساس نسوي هذا التاخير نص ثانيه لازم نكتب فانكشن على اساس تسوي لنا هذه الوظيفه. بعد ذلك عندنا المين بروجرام. المين بروجرام في هنا هذا الحروز دي دي ار بي ايكوال 0x01 دي دي ار بورت بي ايكوال 00. ايش معناتها هذه؟ تمام. الشخص اللي قرا الداتا شيت راح يعرف معناتها، راح يعرف معنات هذه الارقام 0x01 0x00. لكن الاشخاص اللي ما فيهم ما بعدهم جديدين، لما يشوفوا الكود بهذا الشكل راح يتعقدوا. وبعد ذلك في عندنا
اللوب اللي احنا نقول فيه بورت بي ايكوال 1 ديلي 500 ملي سكند بورت وهكذا. فالكود معقد بعض الشيء بالنسبه لوظيفه بسيطه جدا. طبعا لما نبرمج امبيدد سيستمز احنا نريد الجهاز يشتغل باستمرار، يعني مثلا الجهاز اللي يعد الزوار ما احنا نعيد يعد زائر واحد وبعد ذلك يتوقف، صح؟ نريد يشتغل باستمرار. لذلك لما نبرمج امبيدد سيستمز يكون عندنا لوب، وهذا اللوب يكون الى الابد، انفينيت لوب نسميه، لوب الى الابد. قبل اللوب لازم نسوي مثل اعدادات للمايكرو كنترولر، لازم نحدد المخارج، المداخل، وين احنا بنوصل الاشياء. فهذه الاشياء دائما موجوده في برمجه المايكرو كنترولر. الارينو اخذوا هذه الفكره، قالوا ان بدل الواحد ما يسوي مين فانكشن ويسوي كل هذه الانكلودز، نسوي له فقط حاجتين، تو فانكشنز. فانكشن واحده اسمها سيت اب، هذه الفانكشن احنا نكتب فيها الكونفيجريشنز اللي احنا نريدها للجهاز، وفانكشن ثانيه اسمها لوب، هي عباره عن هذا اللوب فور ايفر. يعني حتى الشخص ما يمكن يعرف ان هذا اللوب فور ايفر. الفانكشن لوب هذه داخل اردوينو كور كود ينعملها اكسكيوشن فور ايفر، يعملها كول فور ايفر. بعد ذلك طريقه الكونفيجريشن، طريقه الكونفيجريشن ايضا بدل ما نستخدم هذه الكلمات الصعبه او هذه الريجسترز دي دي ار بي دي دي ار سي، عندنا فانكشنز اكثر مفهومه بالنسبه للانسان. كل اللي محتاج نسويه السلايد ما واضحه، بس نعمل كول لفانكشن اسمها بن مود. فهذا الفانكشن بن مود احنا نحدد وش نريد يكون هذا المسمار اللي في الاردوينو، هل نريد ان يكون مدخل، هل نريد ان يكون مخرج بالضبط، واي مسمار بالضبط. فنعمل للناس اللي ايضا اللي تعرف سي وسي بلس بلس، هي عباره عن فانكشن، نعمل لها كول ونحط فيها رقم البن، هنا حاطين البن 13. بعد ذلك نكتب كابيتال كيس اوتبوت او انبوت، وش نريد هذا البن. فهذا الكود حط البن رقم 13 اللي هو في الاردوينو موجود هنا، البن رقم 13. يعني لو كتبنا هذا الكود ووصلنا ال اي دي في البن رقم 13 راح يشتغل هذا الكود. وبعد ذلك في عندنا ديجيتال رايت وديجيتال ريد، فانكشن تو ديفرنت فانكشنز، على اساس احنا نكتب في البن حاله معينه سواء اون ولا اوف، هاي ولا لو، وعلى اساس نحدد اي بن. فعندنا ايضا فانكشن ثانيه اكثر مفهومه للانسان لما نقول ديجيتال رايت، يعني ديجيتال رايت واضحه بالنسبه لكم انتم اكثر من بورت بي، صح؟ بورت بي ايكوال 00x00. فنستخدم هذه الكلمات اللي هي اكثر واضحه للانسان على اساس احنا نحط البن هاي، بعد ذلك ديلي 1 سكند، فقط نكتب كلمه ديلي من غير ما نعرف فانكشن ديلي، بعد ذلك لو مره ثانيه نطفي ال LED، بعد ذلك ننتظر مره ثانيه واحده. هذا الكود راح يتكرر باستمرار لانه محطوط داخل الفانكشن اللي اسمها لوب. فهذا اللي انت محتاجه لما يكون عندك كود اردوينو، عندك فانكشن اسمها سيت اب تحط فيها الكود اللي انت فيه تحدد اعدادات المايكرو كنترولر، بعد ذلك عندك فانكشن اسمها لوب تحط فيها وش انت تريد المايكرو كنترولر يسوي الى الابد، وش الكود اللي هذا. طبعا المثال الماضي كان مثال سهل، خلينا نشوف مثال اصعب. شايفين كل هذا فقط على اساس نرسل حرف واحد الى الكمبيوتر، حرف الاي اللي هو هذا حرف الاي، احنا محتاجين نسوي هذا الكود، لازم نحط كل هذه الاعدادات. طبعا الكمبيوتر الاردوينو تقدر تتواصل مع الكمبيوتر، فاحنا نريد نرسل حرف واحد للكمبيوتر، نحط كل هذه الاعدادات، وبعد ذلك نحط داخل اللوب هذا الكودين فقط على اساس نرسل حرف واحد الى الكمبيوتر. في الاردوينو كل اللي محتاجين نسويه سيريال دوت بيجين، ونحدد سرعه التواصل ما بين الكمبيوتر والاردوينو، بعد ذلك سيريال دوت رايت، ونحدد الحرف اللي احنا نريده، واذا ما نريد نرسل حرف بامكاننا نرسل حتى كلمات كامله. لو السلايد ما واضحه بس هنا كاتبين هالو اردوينو، يعني احنا نرسل كلمه هالو اردوينو الى الكمبيوتر من غير ما نكتب كل هذاك الكود. لو تلاحظوا ان ما عملنا ولا حتى انكلود واحد، لان كل هذه عمليات الانكلود الاردوينو متحكمه فيها وموجوده في الاردوينو كور كود. طبعا تقول ان هذه يعني بورد بسيطه، كيف بامكاننا احنا نسوي فيها كل هذه المشاريع؟ كيف احنا بامكاننا نسوي
3D برينتر بهذه البورد، بورد مثل هذه. طبعا البورد هذه في لها اكستنشن بوردز، يعني في بوردات اضافيه تتركب على الاردوينو بهذا الشكل، عمليه تكديس. تمام. يستخدموا حاجه اسمها ستاكينج هيدرز، نفس مثل هذا الهيدرز هذا السوداء، لكن فيها كانك تقدر تكدس اكثر من شيلد. فاحنا نحط الشيلدز على الاردوينو، اكثر من شيلد، 5 6 7 على حسب المشروع مالك، على حسب وظيفه كل شيلد، وبعد ذلك نبرمجه على اساس يتخاطب مع البرمجه، على اساس يتخاطبوا مع الاردوينو. فهذا كيف احنا نضيف وظائف اضافيه للاردوينو. طبعا بعض الشيلدز موثوقه من او موجوده في موقع رسمي للاردوينو، فالشيلدز الرسميه راح نحصل المكتبات مالها، لازم ننزل مكتبه موجوده في بيئه التطوير مال الاردوينو. لو رحنا لبيئه التطوير فايل اكزامبلز راح نحصل امثله كيف نتخاطب مع هذا الشيلدز عن طريق الاردوينو، امثله واضحه وسهله وبامكانكم تتعلموها في ليله واحده. بالنسبه للشيلدز اللي هن ما موجودات في موقع الاردوينو، راح يحتاج تشتروا الشيلد وتثبتوا المكتبه مالها. تثبيت المكتبه ايضا عمليه سهله، مجرد كوبي بيست لملفات المكتبه ونحطها في ملف اسمه مكتبات في ملفات الاردوينو. فعمليه تثبيت المكتبات عمليه سهله، كوبي بيست فقط. اذا احتجتوا مساعدات اضافيه للاردوينو، طبعا ساعه واحده ما تكفي ان انا اشرح الاردوينو كامل او اشرح كل لايبرري. فاذا تحتاجوا تعرفوا هذا الفانكشنز، بن رايت، بن ريد، ديجيتال اوت، ديجيتال ريد، كل هذه الفانكشنز ترجعوا الى موقع الاردوينو /reference/homepage. في هذه الصفحه راح تحصلوا دوكيومنتيشن لكل الفانكشنز اللي موجودات في الاردوينو. لما تريدوا تعملوا انترفيس الاردوينو مع سنسر معين انالوج، لما تريدوا تتحكموا بسيرفو موتور، لما تريدوا تتحكموا بدي سي موتور، كل هذه الاشياء موجوده في موقع الاردوينو. هذه امثله على الشيلدز اللي موجوده، في عشرات من الشيلدز، لكن هذا مثال. عندنا مثلا الشيلد اللي هو شاشة التلفونات القديمة نوكيا. فإذا تريد أن تتوصل شاشة نوكيا تكتب عليها أشياء، تسوي ألعاب بسيطة باستخدام المايكرو كنترولر، بإمكانك تستخدم الشيلد هذا. في عندنا شيلد مثلا للصوت، إذا نريد نسوي MP3 بلاير عن طريق الأردوينو، في شيلد خاص نحط عليه SD كارد وبعد ذلك هو شغل الصوت. في عندنا شيلد للإيثرنت، إذا نريد نوصل الأردوينو بالإنترنت عن طريق الإيثرنت، نركبه في الراوتر في البيت ونتواصل معه. في عندي فيديو راح اوريكم لمشروع. في عندنا شيلد ثاني اذا احنا هذا ما موجود معنا في التلفزيونات المحليه، فخلينا اسمه. في عندنا شيلد ثاني اذا نريد نتحكم بموتورات، اذا عندنا موتورات كثيره ممكن نريد نتحكم معها، ففي عندنا شيلد خاص. الصوره هذه توضح فكره التكديس، مثل ما شايفين عندنا الاردوينو بورد هنا، بعد ذلك في عندنا بورد ثاني لليو اس بي، بعد ذلك في عندنا بورد ثالث اتوقع ان يمكن هذا ديكودر مصوت او حاجه. فنحط نكدس فقط الشيلدز مع بعضهم بعض، بعد ذلك نستخدم اللايبريز اللي موجودات والاكزامبلز على اساس نعرف كيف نتخاطب مع كل واحد من هذول الشيلدز. الباور ما يحتاج شيلد. لو رجعنا للسلايد السابقه، في عندنا سوكت للباور، تحط 12 فولت او 9 فولت من هنا. بتحتاج ريليز، في شيلد للريليز بحيث انك اذا في عندك جهاز مثلا 240 فولت بامكانك تتحكم فيه عن طريق الاردوينو، في شيلد خاص للريليز. ايوه، في واجد شيلدز، في واي فاي، في بلوتوث، في واجد شيلدز موجودات. اي مشروع انت يخطر في بالك تحط الشيلد المناسب، تشوف الاكزامبلز كيف يتخاطبوا معه، وبعد ذلك تحطه في السيت اب فانكشن او في اللوب فانكشن على اساس انت تحط الالجوريثم مال المشروع مالك، السيستم مالك كيف يشتغل. كنترول فيديو بليز. راح اوريكم الحين فيديو عملته احد الطالبات معنا في القرية، وهي أن تتحكم في أجهزة المنزل عن طريق ويب أبليكيشن. تدخل في موقع معين، تسوي لوجين باسورد
وتحدد وش انت تريد تسوي اون ولا اوف لجهاز معين. فعندنا هنا ايثرنت شيلد، ايثرنت شيلد، وعندنا الريلي شيلد، وعن طريق ويب ابلكيشن، صفحه ويب، احنا نقدر نتحكم في الاجهزه. تلاحظوا المروحه والال اي دي راح يشتغلن لما نحط الستاتس مال الجهاز اون، لما نحط الستاتس اوف مال كل جهاز. هو ويب ابلكيشن سواء كان اندرويد او حتى من اي مكان. ايوه نفس الشيء، نعمل له سويتش اوف. فمن هذه اللحظه بامكانكم تروحوا موقع الارينو، تقرا الدوكيومنتيشن، تتعلموا في لغه السي او السي بلس بلس اذا كان ما عندكم اللغه، وبعد ذلك من هذه النقطه مخيلتكم هي حدود الاشياء اللي انتم تريدوا تعملوها بالارينو. شكرا. اذا عندكم اي اسئله موجود. سؤال في الكودات، على اي اساس اسوي الرقم مال الديلي؟ يعني مثلا بعض الاحيان يكتبوا 1000 ديلي مثلا او 100، على اي اساس؟ الفانكشن ديلي الارجيومنت مالها هي ملي سكند. ايوه تمام. فاذا حطينا 1000 ملي سكند معناتها 1 سكند. ايوه فهي بالملي سكند. ايوه هذا الرقم. وش الفرق بين هذا وبين الرازبيري باي؟ طبعا الارينو المايكرو كنترول اللي فيها 8 بت، مثل ما الكمبيوتر عندك 32 بت 64 بت. السي بي يو اللي فيها او الكونكشن ما بين السي بي يو والاشياء الثانيه الميموري 8 بت. الرازبيري باي 32 بت وفيها موارد اكثر، مما يجعلها ان بامكانك انت تثبت لينكس على الرازبيري باي، بينما هذه الموارد اللي فيها ما كافيه انك تثبت فيها نظام مثل لينكس. لكن في انظمه تشغيل ثانيه وبسيطه بامكانها تنحط المايكرو كنترولر الصغيره، لكن ما بنفس قوه لينكس، لان يسموه ريل تايم اوبريتنج سيستمز، فقط سكجولينج حل تاسكس. ايوه زين. كشخص مبتدئ وش تنصحه، هذا ولا رازبيري يمكن يتعلم اسهل؟ يعني اتوقع يعتمد على الابلكيشن مالك انت. يعني اذا انت عندك ابلكيشن بسيط استخدام رازبيري باي بيكون اوفر كيل. في النهايه بيعتمد على الابلكيشن. اذا انت تريد تسوي مثلا سياره عن طريق بلوتوث تتحكم في السياره يمين يسار مثلا لعبه، فليش محتاج انت رازبيري باي ولينكس واشياء؟ بينما نفترض انت عندك ابلكيشن في كاميرا وفي ايمج بروسيسنج، وعلى اساس مثلا هذه السياره انت تريدها تتبع حاجه معينه، فهذا الحاله ما ممكنك تستخدم هذه، لان هذه ما فيها موارد كافيه انك تسوي ايمج بروسيسنج ابلكيشنز. نوت باورفول انف يعني. نوت باورفول انف، نفس الشيء، لان عمليه التتبع هذه سرعتها فقط 16 ميجا هرتز، بينما تتكلم هناك عن رازبيري باي الجديده واصلين الى 1 جيجا هرتز، فايضا الموارد ما راح تكون كافيه لهذاك المشروع. شكرا. عفوا. هل عنده سؤال ثاني؟ أردرينو بالنفس طرحين بورد جديده اسمها يم، اتوقع أردرينو يم، من نفس شركة أردرينو. أيوة فيها 32 بت بروسيسر، وأتوقع أن فيها واي فاي موديول وبلوتوث يعني أوريدي في البورد، فبإمكانك تشيك موقع أردرينو وتشوف السبيسيفيكيشنز مع البورد هذيك. القرية الهندسية البوردز اللي هنا 32 بت مايكرو كنترولرز الرازبيري باي حاليا. أيوة بما ان الارينو مرخصه كرييتيف كومن، هذا احنا لازم نفس الشيء نرخصها كرييتيف كومن، لان اذا انت تستخدم مشروع اوبن سورس لازم تحط اتريبيوشن ان احنا مستخدمين الرخصه الفلانيه. فنفس الشيء الكود موجود في الانترنت.
احنا بالنسبه للموارد السوفت وير موجوده في المواقع في اي موقع، لكن موارد الهاردوير يعني احنا في البي 4 كي اللي غيرناه من الاردوينو البلوك دياجرام اللي وريتكم اياه فقط اللي هو البي سي بي والسكيماتيك، هذا الاشياء اللي احنا غيرناها. بينما لما نتكلم عن السوفت وير ليفل احنا ما غيرنا اي حاجه، حتى بالنسبه للفيرموير اللي هو يركب على الهاردوير هو نفس الفيرموير مال الاردوينو. بالنسبه للمشاريع والله في مشاريع كثيره وعظيمه بامكانك تشوف الانترنت، على اساس انت قصدك عايز تعرف حدود الاردوينو. احنا واجد عملنا مشاريع واهم اكبر بي 4 كي اتوقع طيب ايوه لان الاردوينو الاصليه مستخدمين ايضا اتم اي في ار مايكرو كنترولر مش البك، فاحنا جايبين الفيرموير مالها من البوت لودر مال شركه الاردوينو، وطبعا الفيرموير البوت لودر مكتوب للاي في ار، بينما احنا لو استخدمنا البك راح نحتاج نكتب بوت لودر للبك، وفي هذه الحاله احنا كشركه راح نرجع مره ثانيه لنقطه الديزاين، احنا نصمم البوت لودر يمكن في بجز لازم هذا، بينما هذا بوت لودر معروف وتستد وشغال وكل حاجه. احنا فقط اهتمينا بالتصميم الفيزيائي بدل ما نروح مره ثانيه في تصميم الفورموير. لا هذه اردوينو الاصليه، احنا نتكلم عن البي 4 كي، اذا مريتوا على البوث مالنا بتحصلون على البي 4 كي. النسخه السابقه من الاردوينو كانوا يستخدموا اتميجا 8 اللي هي فيها 256 رام و 8 كيلو بايت فلاش ميموري. النسخات الجديده يستخدموا اتميجا 32 8 فيها 512 رام وفيها 32 كيلو بايت فلاش ميموري، لكن طبعا جزء كبير من ما كبير جزء صغير من الفلاش ميموري مستخدم للبوت لودر الفيرموير، فالبرنامج مالك انت لازم ما يزيد سعته عن الحجم الكلي ناقص حجم الفيرموير كان بالضبط ماخذ من الريسورسز. في تشيبس في الارينو او المايكرو كنترولر في بروتوكولات للتواصل مع تشيبس ثانيات قطع ثانيه، فبامكانك انت تجيب ميموري تشيب ثانيه وتضيفها الى، لكن ما بتكون العمليه سريعه، يعني السي بي يو ما راح يتخاطب معها مباشره، راح يتخاطب مع القطعه المسؤوله عن التخاطب وبعد ذلك، لكن في النهايه السي بي يو هو العقل المدبر لازم يتخاطب معها بشكل اسرع من ذلك. هل عندي سؤال من هذا الجانب من الخلف؟ طيب مشكورين، جزاكم الله ألف خير.